قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وحاجنا وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعنا هو المقطوع. وحير بيتك أهري هدان قادرنا وكل ما عن رتبة الحسن قصرفة والضعيفة وقسام كثر ضعيفك وحباك سوى شيئني وحاك له مهيمة حديثك ضعيفك قفك مركو ورينا صيغة الجذب لقموري ثبت عن رسول الله مدهيس صيغة التمريض روية أما قيلة حكية حيال أساس وكل صيغة التمريض مقرد وحان له بينه وكل قاب كيسا قوارنا سيدو كل حديث صحيحة ثبت عن رسول الله قال رسول الله صادها إسا ما أنا حديث ضعيف روية عن رسول الله أما قيل عن رسول الله حديث صحيح صيغة التمريض أساقنا قوارنا علماء وحيك لو كان حديثك ضعيفك ملغو عمل فلكر ملغو عمل فلكر أرتو علمو حسكوا فقسين عقائدك أحكام تحديثك ضعيفك إن لغو عمل فل قار علمو ذاك كمذا وحير هذان فضائل الأعمال يوحي ترغيب يترهيب ولغو عمل فلكرنا بشروط وحاكم ذا الشروط إنه ضعف يسوء سنآد ودرني هذا ضعف يسوء آد اللي تواهي ضعيف جدا ويأبرك يسوء أيضا مي هذا موضوع يهانا ما بلو ركرة إلا إن عدا يسمىها إنه حديث كان بين نبي قلو أورطيه وحاك الله سردية مركاكو عمل فلي سيدة إدهان إن هذا اعتقاد إنه نبي قبير إلا كما صبنا نبي عليه الصلاة والسلام مدك لباب كاس عموم كيسو إني أحاديث كسو أرورتي يعني مثلا حديث وضوءه ويسدى قيب كمده خصا عبسر أو ضعيفة هداكو عمل فليس وفلا إشيس وإن بابكاس وضوء دي أحاديث صحيحة وإني كسو أرورت لكن علماء محررين تانا وحاوليهم أصل بحديث ضعيفة عمل فلكيسي احتجاج كسي إلا إسكال عفا وناكسن صوته حديثك صحيح أنه بفلر سيد ابن العربي علماء ساس وكلا حافظ كان هذا الكسوة اللي قدره ما الشيخ الألباني مجدد القرن قرق مارته هذا اللي قجره علماء ذي آده الدين تو حسبونا سكمدها أصغونا ساس وقبابا إن الحديث ضعيف أم بلغو عمل فلما أصل بصوته كوي صحيح أبنا قبل ذنبا وما أضيف وحي لو أضيف للنبي المرفوع وما لتابعنا هو المقطوع وحي تابع لو أضيفه وقول إيه فعل با وحوي مقطوع عليه هذا بيتك وحان وحار راحسن بيتك شن يتبنات أوامحي وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زكين وحادو أضيفه صحابة أو قول يفعل وموقوف عليه هذا صدح يا سبحانه عني وحان كأيقين حديثك من حيث من أسند إليه يا لوتيري أما ضعفي إيا حسن نمو إيا صح نمو شروط صحة الله أبنها دي شروط صحة لقاها لنا واسعة دي لقوا أيانا وضعيف والمعضى ها وحويري هاي والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبين قسم كل أقسام تحديثك أيها الناشر الشيخ أو مسند اللي يراد وام حي مسنده ووحي الله بشر دي لقاها لهم والمسند مسند حال يراد فنقا المصطلح المتصل الإسناد سندك وحي حريره ومن راويه لقب الله بخاري أو كلك سوقات حتى المصطفى نبي قال لك قارو ولم يبن أي لم ينقضع انقضاعنا أو سخلعنا
مسند marka leey xadiidkan waa xadiid musnad laba shart waa in laga helo horta sanadkiisu waa inuu xariir sanadkan waxaan dhahnay waxa la yiraahdaa ragga silsiladda isku xiga oo marka xadiid aad warinaysid oo ninka kitaabka alifay oo dhahayo hebelaa ii sheegay hebelaa ii sheegay can hebel ilaa nabiga laga gaaro marka bukhaari oo kale maalan مركو حديث إنما الأعمال بالنيات ورنوا ما كلها يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لا حالا أنت كنت بخاري اسمه أوجه إيه حلي حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان واسمه ابن عيين عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى سندك أبو بخاري ناصات حي إلى حديثك إنما الأعمال بالنيات حميدي كصاب بخاري كب الله حميدي صاود صفيان بن عيينة كسو حج محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصار محمد إبراهيم التيمي علقمة عمر إلى رسولك اللي قاره كاسا سنة اللي يرى هذا مركو ساعة سنة كاسا دوا حريرة من بخاري إلى النبي قوا حريرة مركا حديثك هدو سنة كيسو حريرو النبي قنا لو تيريو مرفوعي هالبادة عصف ومركو اسكوتو مسندة اللي يرى هذا لابد صوابتي وحديثك سنة كيسو حريرة انقدعكم الجرم مدكلا واحنا بيقول له تيريو مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام مركب مرفوع نمو يتسال السند هدي أو سكوت درسه مسند عليه رهذا مسند وحكنا الوش جوا جيرانه مثلا كتبها السحاب وبلب أحاديث جوني كبيرة مسند ولا سيد مسند الإمام أحمد سواء الإمام أحمد حوسمينا أبو بكر أو قبسنا أحاديث سوران وش جا هدو عقيدة كسابسين هدو وضوء نكاح معاملات آخرة وحي كسابسين والشيك عمر وقفسنا رضي الله عن حديث وشيك وهكذا إلى وصاوة مسند ولا يرهنا نعم إسناد كلفتي سنة مسند ولا يرهنا هدو قفك انتو كتاب أحاديث انتو ألف وأسانيد جر يعني ننكل انتو يمادو أحاديثا أسانيد يدي وكد وحيرنا مسند ولا يرهنا حقا تسبب نقع الوصوية هدوما أركضونا إن شاء الله لكن الجديد هل كان مسندك وحاوي وحديثك مرفوعة سندك سحر لو يسمع قوي نسي تاسوك جيد والمسند حديثك مسند المتصل الإسناد وسندك سمتك وحر السند محال إلى ذا بخاري مركو حديثك إنما لو عالم برناه رقان أو تحاي قال حدثني الحميد عن صوفيا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص سمعت عن الخطاب إلى رسول الله رقاسة وحالها سند له سند الله من راويه لقبل الله وبخاري مثلا حديث لما الأعمال حتى المصطفى لقار ولم يبن انقضاعنك مجر رقا نول بشيخ سواء أركب وكوري مجر وحو شيق لقبه ذي مجر حديث كسم حاله مسند هل كاسان وقبحنا وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل مركا لقبين سبحانه ده وما يتصل هل كأبوت وحقه حريسنا هيو اسناده اسناد كيس او حريسنا هيو للمصطفى إلى المصطفى وحر السنايو بسمع كل راوي راوي كست أو كم قال راوي قال فالمتصل حديث كان متصل على هذا ماشان أوير مركا وحاجر متصل وحلا يراه متصل أصغر وحوك هذا جاي وحسنة كيس أو حر السنو إلى النبي قال قهر لكن هذا مسند كي إسلام بدون القناعة لكن سياسيحة وحوية ماشان للمصطفى أو للمنتهاء لقده أولي يراده
وما يتصل إسناده أو حرف سناي بسمع كل راو راوي كستا أو مقلي أو راوي كلي للمصطفى ورمشا للمنتهى ماشا أو كل ماني أما السحابي هكل ماذا أما النبي هكل ماذا فالمتصل أيالي مركب متصل سيدة صحيحة وحوي وهذا الكسند كيس أو حرف سيدة أما النبي كله ماذا أما السحابي كله ماذا هدو تابعي أو كله ماذا متصل لما رأيه سببت مركة وربا هذا الكتابعي مقضوع عبالو قبل أبل رأيه مركة سيغا متصل مرة ما رأيه متصل كشرفت أو إسكال حديث مرفوع أو نبي اللو تيري هدو سند كيس حريره إيه مارك كنت هذا الكسحابي مسند وحكم خاص هاي كان نبيك عليه الصلاة والسلام بحين نبيك الله نسبه أيه أو متصل لكن متصل محوك الحياة هذا الكسحابي إيه هذا الكنبي وهدو حرير سده كان متصل عليه كان متصل عليه لكن هذا الكتاب يعقب مجلاه وأنت سوي وحمش كوشي جاي وما بسمع كل راوين راوي كسر أو مقله راوي كلا إلى آخر كيس أو كم مقل أما وحلا ذو ما يتصل إسناد وإسناد كيس وحو حرير سدو بسمع كل راوين راوي والب أو كم مقل راوي كلا ما شو للمصطفى كير للمنتهى إلى المنتهى عدو كل ما نس أو أما النبي أما الصحابي قا فالمتصل أي اللي راه وسنة أنك لقوله مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسما مسلسل سجن وامحه مسلسل فوحش كده قبل أعلينا هاي وسي قاب وضع سعداء ليرا هذا سيدي السلسلة دي جينيس كوحساي سكده والله ما قل وحاتر هذا ما أتى وحي ماذا على وصف تلمان وحي كوي ماذا تلمان تاسو قولي أما فعلي قل وحاتر هذا ما أتى على وصف وقول أما فعلي قولي وحاكم ماذا مثلا نينا شيخ يسوينينا مركز حلي أما والله أنبان الفتى نينك الشيخ وثقة إوينا فتى عرطوا حيدها قفك الرقى النمضي قلنا ما أتي ويل أما نين رقى ماشا لغير هذا معنى الشيخ النمضيس يثق النمضيس يعلمكس أو هير أو قاري يعني عيار أهين شيخ قاسا اي ورمي مركاسو هادنا ارضي والبا وحوليه مركا شيخ سي انبان الفتى فلان انبان الفتى فلان حديد كساس وكسو سعره واصفه قوله او ها كذاك وحال مذا ما اتى وحي ماذا على وصف فعلي صفة فعلي وقدر كقد حدثني هو ويشاغي قائما أسوغو تاغا شيخي حديث كامركو مارك ويشاغي إسو مقور إنو فرسي ولا إستاغي تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أردقين هادنا مركو أردقي سو الشيغا وإستاغي ساسو حديث يكو إيمانه أو بعد أن حدثني مركو إيشي أيو تبسم الرؤى العدي معنى فعله سمي مركو صفة أصلا إسكال أحلي أما قولي أما فعلي هذا ضربتان وحاكم إذا حديث كان أعتقانان ومر بمركو صلاة لقبحه لإستغفار صده لإرادة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك وحوكب الله هذا النبي إنه يري يا معاذ إنه أحبك وأكو جعلها فلا تدعن هكتقن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي وكالمي ذكرك وشكرك وعبادتك وناقص. معاذ أرضي وشاقي إنه أحبك فلا تدعنا أن تقول دعاء الله معنا حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني أحبك فلا تدعنا كذا. أرضي معاد وتابعك أرضي كلا إني أحبك فلا تدعنا أن تقول بعد الصلاة الله ما عندنا على ذكر حدثني به معاد قال حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قف والباء سدي أو شيخ أو مقل وجود بنايا ومسلسل قولي أكاس مسلسل فعلي وحاكم إذا نبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة وحوله شبك النبي صلى الله عليه وسلم يده بيدي كعنتيس يساء وشبكه مركز حديث أو شيغو خلق الله سبحانه وتعالى التربة يوم السبت وإحساس وكلا تحديثة سوكلا مركا وقول يفعل إسلجر وقوة فعل كاس إلا تشبيه كاس وعي موقت أبو هريرة مركا وإشي أغنى قعنته وساس أردك أقلنا تشبيه كاس وكلا وسمعنا مروا حاجر قولك يفعل كاس الله صعد نبقى عليه الصلاة والسلام وحورها هاي انتو قركي ساقفته أي لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره ساسوكلا مركاس انتو قركي قوتو حلي آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره قدر كوار رمي خير يشر إنهم من لكن وحا معاني وحا قرار بي. مركا أرضي والبابا مركو شيقي سؤوك كان انتو حوليها انتو أرضي سؤو الشيغو وحوليها لا يتم إيمان عبدنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلو ومره كركو وقبره آمنت بالقدر خيره وشره حلو ومره أرضي كالأساس وسيو قدنا تسلسل مركو وحو فائدين وحوي إن لقوم وجي حديث كان حديث لصواقب تيئنه و معنى حتى قابك اللي جسوا ورس كنا بلف بيسي هي أذي اللي جسوا وري إن لا ساقبته وأكشن كحتى دعائي فعل كدعائي هذا الكدعائي وحي حديث كله سعدي حتى إن لا ساقبته وحنا يفيد مزيد من اللبض إن مارت حديث كسب عن الله سقطوا فائدين مركب هذا المعامل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني أدو أخرى مركة بيتك أخر نس لكن مركة لقبين أنباني أدو مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثانيه قائما أو بعد أن حدثاني تاب السماء مركز ساسة أولاق بين مسلسل حديث كمسلسل يراه ذو مقرد قل وحات كتراه ذا مقرد في وصفه معنى أما في تعريفي تعريف كيس ما أتى وحي ماذا على وصف واحد صفة وكل وحي ماذا وصف قاسي أما قولها أهذا أما فعلها أهذا مركو قوليها وحوي إنه مركو أنتو شيخ أمان أويرا هذا والله أنبان الفتاة يعني الشيخ عادلك أو ضابدك أو شجاعها يا أي شيخ أو أشهد بالله لقد حدثني فلان والله هبلا إيشاق نبيرا وحانا كمذا سيدان شاقني حديثك ونبي يري لمعاذ يري إن أحبك فلا فقل في دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مركا راويك السبع أرد قساس أشيقا أو فعليا أما وصف فعليا مقرد مثلا وحولية دخلنا على فلان شيخ أيام أقلنا فأطعمنا تمرا وحدثنا كذلك أساسه كله كذلك
وحاكمي ذا أو وصف فعله وحاكمي ذا هدي أو يراد حدثني قائما أسوق تاجر وإيشي حديثك وينينه أو بعد أن حدثني مركو حديثك إيشي وتبسم الرجل الداعي سوى كفر أحسن حديثك أو جارسي نبي قال لك الجارسي سوى طاعه وأكيد حديثك نبقى نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمع قف هذا الكي انتو ما قلعي حديثك هذا الكي كوابي مركز مارت يعني دتكي مركز أسيو قدبي مركز علم الضحي وكفر حيان ان علم قدبيان خاصة حديث رسولك عليه الصلاة والسلام انه قدبيان ايو كسي فرحيا نعم وحبير الشيخ عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة مركز الاخرنا ايو عزيز أدلاه بيت كجبي هديك عزيز المدسي عزيز المروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة عزيز الحديث كعزيز ليرا هذا مروي اثنين لبقى فوحي ورسواي أو ثلاثة أما صدح مشهور مشهورنا مروي فوق ما ثلاثة صدح وحي كبدا وحي ورسواي لماذا يبيت كذال نو إيمان دونا وقول غريب ما روى راب فقط بيت كمارة اللحية طبنات آخر كيس ومرسل منه الصحابي وسقط سكلاف وقول غريب ما روى راب فقط غريب إيه عزيز إيه مشهور أيغن اسكو جروب حقين كفيرينينا وحن كفيرينينا حديث كطريقة ونقصه قهرين هذا ضد بدن أنغوسو غاري متواتر ليرا ذا بقول قف بقولال تبرنا قف وضد سأويا عيا خبر كسو غارسي خبر كا متواتر هذا يصدق قف يا إنك بدن وركاس كسو غارسي أنا مشهور هذا الكلام ضد كل حيس مشهور وكوي هذا يلعب كسو غارسي سو هذا الكلام محليه وعزيز لبدن إسحو جنس سكبيس هل هذو كسر لقلة غريبة لها؟ واسيد قف عدل جوجوا هل طريقه كسر قال صدق راس يمتواتر كأفر تاس وسنوش يجين أيجا مركن حديث كدراسين أنا وحنكفيرنا أنقل كأه طرق ذا يترد حديث كنوسو قال بقلال قف طبنان قف كسر قال سوى متواتر صدح صدح أفر أفر وحمة تواتر كسو قارسيسي ومشهور لابا أو كسو قارسيسي محلان هاي عزيز وهاللقل هاللقل بوذا هالقفة كسو قارسيسي كاسنا محلان هاي غريبان لان مركو أساسو مركا وحالا قفيرنا خبر كانتو كسو قارس سادر تحافظ من حجر صدح ذان أخبار الأحادة الاسكير هذا مشهورك يا عزيزك يا غريبك أخبار الأحادة الأسكير هذا متواترك أو ور بدن وضر يكسوك ضد بدن أو لكوبي كارين أو إن بيان اسكو وافقان أي مستحيل أي تهي إيه هدنا وحي أركان أمام مقلين أما تابتين كو ورنا كواس المحال هذا متواتر مركا سد حيان قروب مركا اسوك جينو وحان كفيرين احاديث وركان يا حديث كان هاد عدد كان نسوق غارسيسي انتو اللي اجي انك ورابن عدد بلا حساب هو بدل هذوك سوق غارسيسي محلنا متواتر صدح لغود لا افر لغود واحد اوك سوق غارسيسي محلنا مشهور لبا لغود له هدي او يهاي عزيز غريب هدي او يهان هل لو يمادن محلنا غريب مركان وحان ربا وحول بابا ماشي كاجرا انا اوغات هدي لا سوو دحاعي جلد دي لغا دي جلد ما حكا تقانو لكن مركو جروب لو سمايو وفاهمي سوما فاهمي سن مركا واكا شو عزيز حديثك عزيز ليرا هذا مروي اثنين او ثلاث لبا طريق وحي لو وري اما ثلاث اسو الشيخ وحو دارتي وحي لبا اي سدح اي ورا مشهوره ليرا مشهورنا إنه يصدق وحي كبدا لكن والو خلافه وحوي مشهور كلبا وحي لبا أي ورسو
معنى ماشي أغير مركي لبطة هاي سندك وعزيز وحان لقاك يعني بمعنى قوي لبطة لقوضو إسحو جنا مشهورنا وصدح يوحي كبضا مشهور وصدح وقبلها هابنا يوحي كبضا غريب واسلو الشيء وقول غريب مار والراوي فقط ولذلك متن وحان كوتا لهوسه عزيز المروي اثنين يا بحافه ما شهوس عزيز والله وحي ورسنك وحبثي بحثيو مشهور مروي عن الثلاثه مشهورنا وصدح الى غوري حوا اشتراك هذا كسميانو بيقول ما لا راجح له حوا ليه مركز علماء سيدا راجحا إما أنت قبطين غفر بوحي سنقصب كجيرا معنعانك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم معنعان حديثك معنعان ليراد كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم هذا وحدان لشرحين لما أقونا أحاديث مركة لورنا وحال الجر ليراد صغته مارتي الأداء يسغة التحمل وحل ركتو وين أركيسان أردق مركو حديثك الشيقي سكسو حنبارا قاو وقسو حنبارا إما شيقو أخرنا إنو كم قلو سيدة هذا أنو كتابك أخرنا أردق كتابك أخرنا حديث أخرنا شيقنا وكدق سنة هيه أولي مرمرنا كتابه أسوء قرية وراق أوليها مثلا سنة كسو ترى بخاري حدثني كذا 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 أردق سوء قرى كتابة لها مر كتاب كسواء قرى أردق وأسوء قال عنايا إجازة الصينية وسيغة التحمل هدو مركو قدبنا حدي أو شيخ أفكي سكما قال حدثنا أما أخبرنا أو لها حدي شيخ أو لغو أخرينا أو أرضي أسوء الشيخ كو أخري أما أرض أخرى أما لي أخبرنا نواديه كرا قرأ أما قرأت على فلان نواديه كرا هدو إجازة كو قاتنا عنو كورنا يا عن أو كورنا أما حدثني إجازة أما أخبرني إجازة أما عن مركا هذا أخبرنا أما حدثنا يراهذو وحلو قادنا حديثك إنه أما الشيخ أو كم قلي أما أو كدول أخرية أما أرضي كدول أخرنا الشيخ ودقي سنة عن عنتر كلي وحلو قادكرا ويوهر مركا دم عنت استلاح حلوحي إجاز إجاز وحي كتابك إنان ما دام الشيخ بسنة أرضي أود لأنه كل كتاب كان واقو إدمي يقوره مقرد مرك واجهرة شيء وحتى شيء قد تحمدتك عن يهدي لأن يحدثنا إسكم مذا إيه مرك دم حرق وحي ماذا لكن هدي نك أن لجوء قون وحتى دليل سير هذا نائم عن دون استدليل سوى إسهوس كل سوى هذا عن وقوريه لابد قفنا إسلا وقت أي نولاية تدليسنا قفك إيا غشي أن لغو أقول أو دادا وحارعة شيق أو سكام مقالين أو واسد أو مقالين عن فلان أولي وحالة غشاك مركا عمت وحتمال كرتا شيقا ما أذا كوريا ما سواسدا لغا غوري هدو ستدليس أقولين قفو سكام مقالين عن فلان مرأي لك هدو تدليس أو يقانو أو عن فلان يراهدو وحال لي وحان كما هذا مقال انقطاع كجر لكن تدليس هذو سنقون نكن السوق قارين وحال لي هاي عن عند هذا ولقى أقبل صوت نكن غش يقيانه يسهوس قل لقوم يقانه تدليس كنا إيمان دانا مرك حديث كذي عن لقوري معن عن اللي يرهن معن عن ترى مرك هدي نك عن هذا كورنا أو ستدليس أقون ninka oo ka warna isla isoo gaareen oo waqti wax laga wari karo isla noolaayeen ayna is arki karaan markaas waa laga aqbalayaa marka macan aan saas ku wada ka aan saciidin saciid waxa la wari aan karam ila nabiga laga gaaro kaasa macan aan la yiraahdo wa mubhamun wa hal yiraahda ma fihi raawi lam yusam
مثلا سند وقف صاتحة مثلا بخاري وقال على مصمين أي بخاري أما حدثني فلان عن حدثني قتيبة عن مالك هذا مركز عن رجل عن ابن عمر الدل ماشي عن نافع لا عن رجل لي أما عن فلان عن علي لي من اللي يقان علي سعيد يا أبو قلال علي أجرت يقان مال أما عن رجلنا كسوى مبهم عن رجلنا دليل إيراد عدو يهلا ما يقال هذا عن صحابين إيراد ولو مقعيس ومقع حامل ولا أقبلها لكن هذا ما داوى إبهامي أو قريء لقرنين نكاس ضعيف حديث كاس ضعيف ونقرأ نعم مركاسا مبهم لإيراد لكن إبهامك هذا قصة كجر حديث كمتن قيس أو سكجر لب ملال مثلا أنا ساوي حوليها جاء عرابي والنبي يخطب فقال هلك الأموال وكذا وكذا فدعوا الله يسقينا حواليه وأبابين أبارا لحد إله إنه أبريها النورابي أعرابي أولا أعرابي حديثك ما نكورنا مي ينكور حديثك أنس أنس قوب جوقوها ننكا هدي أعرابي قصدوا علي أما فارح أويها أما ما أنت ماركيسا خالد أما مقعقل أوليها وحمانا قلقها حمانا قمكنا سقلت أنس سقال جوق قصده وقعدي ونوسه وري حديثك ونوسه وري ننكا أسمارك قصده كجرة سنة كنوغو مجرة جهالة دي سوحمانا قلقها بميس لكن دوي صحابي هدو يهانا جهالة دي سوحمانا بميس لكن دو قفكال أويهاي وقلقها بميس أمارك معن عنك عن سعيد عن كرم ومبهب ما فيه راوي لم يسب وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وكل ما قلت حيرات رجاله رقيس وسندك على سندك عالي بالإرادة وضده وحي رقيس بضتنا ذاك كاغاس الذي قد نزل ودقي عالي النازل مركان مصالحة كهالين وحان لهم صحابي أبو بكر يا عمر يا رضي الله عنه صحابة واوين حديثك يكورنا ينتص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها أبو سند عالسة سببتوا أيها الرسول يا أولي حيواس هذا ما أبو حيس سوما لكن تابعين توك لك سوقا حوليها مثلا سعد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حقاوة صادر هاي قتادو كلا يقاركود مر صحابة يتابعوا دحين مرة واحد عكرته إنه يراهذو عن سعيد بن مسيب زهري أكلا عن أبي هريرة ما قاول دحين ساق مركز ساق النبي الله سوغر مالك ودوا أتباع تابعين واسع مرة الله قاول دحين ساق النبي عن نافع إيش عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الشافعي سوقر وصدح مالك عن نافع عن عمر بخاري أسقه ثلاثيات يروا لي لكن محاق بضن رباعي قماسي أكل مثلا حقورنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عمر لكن ثلاثيات حقا أولي ما سبضن مسلم رباعي هذا وير dadkii ka dambeeyay way saado degan marka xadiidka markuu nisbiyan ragga oo nabi ka tirsana marka uu dhaw yahay sooma caaliwa markay ragga ay badan yihiin naasil hada midalan awowa jira Soomaali abtiriska anaga sabaa u noqaan awowa jira uradki midalan awowaas wiil uradaha u dhala wiilki isla markii waa tarbe dhag 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 وحير كبعذبة ويلك ويلكس ويلكس شنو كسواتر سنة أوه لكن كي يران كاها أصوي أول بيرانوها آخر أوه مركو لمن أيوة لشي دابني ما كود قوبي كوكا لو دالا كي كلا أصونا أما كوكا لما كي يابجوغم كان مقو سواتر سنة شن كان هل أما الله بوترسانا أبوه هيا أدو لبدوه
وأوضح رأي كفر عمل لكن كي وده أوه عنو كان شن هذا أوه سو بيا قانا شن أوه صوب مرايا كسلك أوه جيسكو بعد أما أوه جيس الفا كان مركب حوي أفتر سكيس وحالس وده أوه ما أدويا كان سلك إنه يقص الجيرة وحرد فك 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 يرب بقول سنة أنت على جارم شن أفتر سو بكتورة كان هو قابل هو حمرة ولي لو صدى حمرة يا مر يا أودو لكن أواس حقيقة يا واسكو صور على لكن كان أودو حديث كان واساس هو كلام حديث كهدي أو أبترسيها النبي كمرك أودو إذا حالها حالي مرك حديث كرجع أبترسنا سي كفو قاتنا محالي هذا نازل على هذا وأنت أنت أسمه وكل ما قلت رجال ورجس وحي يرابان على وحديث كسعال الله يرى هذا ولده متك أي رجس أي بتان ذاك الذي قد نزل وما ألفته كم وابصامرنا وما ألفته وحد الله فيسأل الأصحاب أصحابته أو من قول قولة أو فعل أما فعلة فهو أصغر موقفنا يزكينا له يقن وحس حبد الله الله فيه وأنا قيس هلاشيني موقوفك هي مرفوعة هي مقطوعة نحن وحلقي إيليا حق مارت وقفك هذا كان لو تيرن هاي ومرسل من السحاب يسقط هل كسنو جو بري انت كلمانينا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.